السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم عمالقة الربح. إن شاء الله بإذن الله في الفيديو ده إحنا هنعمل إثبات سحب جديد من موقع درافت. طبعا الموقع ده لربح عملة الروبل مجانا وربح كمان بالاستثمار. تمام، قبل البداية بقى منساش تصلي على النبي وتشترك في القناة لو ما كنتش طبعا مشترك، وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. نروح كده للموقع. طبعا الموقع اللي معانا مش هقول طريقة التسجيل، بسيطة وسهلة جدا، وشرحت الموقع بالتفصيل على القناة التانية. كل اللي هعمله فقط في الفيديو ده ان احنا هنشوف اثبات السحب من الموقع، لان الموقع كان فيه صيانة والموقع فتح تاني بدون اي مشاكل. الموقع شغال بقاله حوالي 150 يوم. تمام، نروح كده للتاكس اللي معايا. هضغط هنا على كلمة تاكس، هتبص تلاقي انت اول ما تشترك في الموقع الراجل هنا مديك تاكس مجانا فري. لو انتم ملاحظين هنا انا معايا 5 روبل و61 سنت. اضغط على كلمة كوليكت، زي ما شايفين هنا العدد ازداد. هنا التاكس اللي مجاني، هل انت تقدر تسحب ارباحه؟ اه تقدر تسحب ارباحه. اول ما بتشترك في الموقع بيديك تاكس مجاني، اول ما بيظهر في رصيدك هنا 1 تضغط على كلمة كوليكت وبتقدر تسحب من 1 روبل من الموقع ده. الطريقة التانية للربح من الموقع هو من خلال من مشاهدة الإعلانات. هتضغط هنا على كلمة إيرنينج، بعد كده عندك بقى أهوت 41 موقع تشاهدهم، مشاهدة إعلانات فقط، مشاهدة بسيطة كده زي ما أنت شايف. يعني الإعلان ده أنت لو شفته هيديك 0.7 سنت من عملة الروبل، وعندك 41 إعلان. هنا عندك الديلي بونص، بيديك بونص يوميا في الموقع. لو ضغطنا على كلمة كيت بونص زي ما أنت شايف ادينا 0.3 هنا على طول. تمام، لو انتم ملاحظين هنا في السات ايرنينج او سيرفينج. تمام، تعالى كده نروح نضغط مثلا على الموقع ده كده. كل اللي علينا فقط اللي احنا هننتظر 60 ثانية لما الموقع يخلص. اهوت لو انتم ملاحظين هنا تحت اهوت الراجل اللي انا بقول لنا اهوت 60 ثانية، وهنبص نلاقي العدد هنا بيقل. تمام، كل اللي علينا فقط ان هنسيب الشريط ده لما يخلص وهنشوف هيضيف لنا كام. زي ما انت ملاحظ هنا العد هوت بينتهي. طبعا لو الصفحة جات لك كده كل عليك هتضغط على الصفحة بس كده والعد هنا ينتهي. بيقول لنا الرقم هنا 47، اضغط على رقم 47 بارتك اللي هنا اهوت. زي ما انت شايفين تم اضافة 0.7. نروح للموقع بتاعنا، معايا 89 27، نعمل ريفريش. زي ما انت شايفين 89 35 تم اضافة على طول على رصيد السحب، وعندك اعلانات كتير تقدر تشاهدها. عندنا بقى هنا تحت لو عايز حضرتك تستثمر في الموقع كل عليك هتروح على كلمة تاكس، بعد كده هتروح تشوف انت حضرتك عايز تستثمر كام. هنا التاكس ده هنا ب10 روبل، هنا التاكس ده ب99 روبل، هيديك كذا في الساعة وهيديك الأرباح بتاعته كذا زي ما انت شايف. وانا التاكس ده ب699 اللي انا كنت استثمرت فيه المرة اللي فاتت هنا اهوت، وبيدينا ربح كام في الهورس وربح كام في اليوم والكلام ده كله. تمام، بعد كده بتروح على كلمه ماي، بتروح على كلمه اضافه رصيد، وهي من خلال بالانس دي كده، وبتروح هنا تضيف اي رصيد سواء من البيير ولا الفيزا او من اي بنك من البنوك دول. تعالى بقى كده نروح احنا نعمل اثبات سحب الرصيد اللي معانا ده كده. نضغط على 4 باي اوت، بعد كده طبعا بيقول لنا الحد الادنى للسحب من البير هو 1 روبل فقط، وهنا برضه 50 روبل، وهنا مش عارف ايه. احنا طبعا هنسحب على البير. طبعا متاح تسحب روبل او يو اس دي تي. تمام، هنا ماين 5 روبل لو هتسحب بعملة الدولار، لو هتسحب باليورو ماين 5 روبل. انا عايز اسحب بعملة الروبل ذات نفسها، بعد كده اضغط على البير، بعد كده اديله هنا عنوان محفظة اللي انا هسحب عليها، بعد كده بيقول لي انت هتسحب كام، فهقول له الكمية 89 روبل. هنا طبعا بيقول لي انت هتحصل على 88 روبل و15، هقول له ماشي. اضغط على اوردر باي اوت، بعد كده بيقول لي البين كود. البين كود ده لو انت مش عامله بتروح على كلمه سيتنج وبتضيف البين كود، وبالتالي لما تيجي تسحب يعني حاجه امان عاليه برضك علشان ما حدش يدخل الحساب بتاعك برضك ويسحب كده بالسهل. اكتب البين كود زي ما انتم شايفين هنا، كتبت البين كود وقال لي باي اوت هاز بين اوتوماتيكلي او تم السحب بنجاح. اروح كده للحساب بتاعي اشوف تم السحب ولا لا، وزي ما انتم ملاحظين هنا الرساله جات لي في البير اهوت، تم سحب 88 روبل و16 سنت. هنا التاريخ بتاع المعامله 21/6، وهنا الوقت، وهنا اسم الموقع.
اهوت، وبكده نكون انتهينا من شرح الموقع مع اثبات السحب وكل شيء. فانا اشوفكم ان شاء الله فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله.